السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم نخرج الدفعة الثالثة في كلية حقوق الأصالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الخريج خالد العمري، تم تخرج اليوم من كلية الهندسة ولله الحمد، وأنا فخور بنفسي بهذا الإنجاز العظيم. وأكون على كافة الاستعداد الخوض الغمار معهم في هذا المجال ولله الحمد.